سرنا بما شاهدناه الواقع ان هذا شيء يسر يفتح النفس وان سعداء لان ما وجدناه كان غير متوقعين. الشكر للجميع ونرجو لكم ان شاء الله التوفيق. مثل يقول ليس كرائن كمن سمع ما رايناه في هذه الجوله يفرح ويسر ويبهج ذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل رجال فيهم خير وفيهم همم عالية. شكرا للدكتور مطلق على أن أتاح لنا هذه الفرصة وشكرا لأبنائنا العاملين في هذه المرافق فقد رأينا شيئا ما كنا نتوقع في المشاريع القائمة والمشاريع المنفذة ثم مركز الأسنان هذا المتكامل الكامل المتكامل شيء يفرحنا ويسرنا ونحمد الله على أن وفق هؤلاء ونهنئهم بما أنجزوا ونقدم لهم الشكر باسمنا وباسم جميع أهالي بريدة بل القصيم كله. الحقيقة أننا سعداء بهذا العرض الرائع الذي وقفنا عنه سواء بالنسبة للبرج أو سواء بالنسبة للأسنان سواء بالنسبة للعقم سواء بالنسبة للقلب سواء بالنسبة أيضا للمشاريع الجديدة في المنطقة عموما. الحقيقة هذه وهذا ما كنا نتمناه وهذا ما كنا نطلب. الفريق الواحد في القصيم هنا الصحية بمتابعة سمو الأمير أخرجت هذا المخرج الرائع المتميز بشبابنا. الحقيقة طب الأسنان رأيت كلهم 100% سعوديين لا بالنسبة للتخصصات بمختلفها. هذا ما نفخر به وهذا ما نتمنى ونتمنى لهم دائما التفوق والإبداع والاستمرار على هذا العمل الجاد الذي يشرفنا جميعا ونفخر به أبناء المنطقة. قد قمنا بزيارة هذا اليوم بزيارة برج بريدة برج التخصصي وسرنا سير العمل فيه كما زرنا مركز الأسنان بريدة وشاهدنا شيء يسر الخاطر ويبهج وأعمال تشكر فتذكر فتشكر مدير الشؤون الصحية والعامل معه جزاهم الله خير الجزاء وأكثر من أمثاله. سعد هذا اليوم بما رأينا عمل الدؤوب يقوم به فريق كبير رئاسة الأستاذ نجيب حسام علي ورأينا بأن بيننا هذه الجهود كيف أنها تتسارع يوما بعد يوم فنسأل الله سبحانه وتعالى الجميع. الحقيقة اليوم قمنا نجمة أهالي بريدة بزيارة لبعض المشاريع في منطقة القصيم مع سعادة الأستاذ مطلق الخمعلي والكادر الهندسي والإداري في الشؤون الصحية وكان من ضمن هذه الزيارات زيارة مركز الأسنان والحقيقة كان من المفاجئ هذا الإنجاز الكبير لهذا المركز من كوادر وتجهيز وأطباء سعوديين يشرفون في الحديث إداريا وفنيا. شاهدنا شيء جميل جدا وهو مشاركة المجتمع أيضا هناك مشاركة من عدد من الرجالات المنطقة في تبرعات إما لمراكز كلى أو مراكز أسنان أو غيرها. ما شاهدناه الحقيقة يشعرنا بأن هناك جهد عظيم
تؤديه الشؤون الصحية بمنطقة القصيم، فرق الدكاترة والأطباء والفنيين الحقيقة أسعدتنا. هناك نقلات، نحن شعرنا ورأينا بأم عيننا أن هناك نقلات عظيمة تقوم بها الشؤون الصحية بمنطقة القصيم. نحن آخر مشروع زرناه الآن هو مركز الكبير والعظيم للأسنان في الحي الأخضر بمدينة بريدة. الحقيقة أن هذا المركز هو مركز 5 نجوم، يعني ما شاهدناه، وهذه الانطلاقة وكل شيء إلكترونيك، حتى الملفات الإلكترونية، والزملاء والزميلات في المركز متفاعلين، جهود جبارة. أنا أقول دائما إذا كان هناك رجال فالميزانية تأتي، الميزانية تأتي بالرجال، أوجد رجال سوف تجد كل حاجة. نحن نشكر الحقيقة إدارة الصحة هنا في المنطقة، وكما نشكر سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز الذي يقف خلف كل الجهود وكل المشاريع في هذه المنطقة. وحينما تتناغم الرجال وتتفاهم وتتفق، تأكد أن كل شيء إن شاء الله سوف يكون على أتم حال. نحن سعداء أهالي مدينة بريدة برئاسة أستاذنا وشيخنا أبو طارق محمد الفوزان وجميع الزملاء الحاضرين، أن نهنئ الزملاء بهذه المشاريع ونتطلع إلى أشياء إن شاء الله أكثر وأكثر. والسلام عليكم.